الإسلام كان إنسان رقيق وشعره طيبة طبعاً لأهله وصحابه لكانت حياته كلها تكون حصل ما بين ثلاث حاجات كنت في الشغل في شغله أو فوقه وصلوا يا رب يطلع مغرياته ويرجع ويقعد معنا أنا ووالدته لحظات قليلة جدا ولكن كان مراعينا ودروحت خطبته ده برنامج حياة شاب اقترب عمره خلاص نظر حياته ووطنه وتمنى الشهادة في البلد ده حضرتك انت عندك سيد طارق احمد عملية خاصة وصيته بإيه؟ كنت وصيتك احمد تبقوا تماسك يا ابني وانت كلكم في الجيش والشرطة مشروع شهيد لان انتوا الولاد دول يخشوا كليات عسكرية وهم في سن الزهور 19 سنة حفظوهم ويعلموهم داخلين على الحب واقتناع هو وزمايله ويعلموهم وجودك ده واجب وشرف الوطن الولاد دول ربنا يحفظهم هم لازم الشعب ده يبقى ضخم زي لان هم دول السند بس وديهم العقيده بتاعتهم النصر والشهاده فربنا يحميهم ولكن ليا الشرف ان انا ادرس في الكليه الحربيه لمده 20 سنه خرج على جيل اجيال ودي ولادي ولما بشوف اي حد يستشهد بصرف نظر عن الاسلام كنت بتالم لانهم كانوا ولادي برضه انت بتبرح بيكرمني ويديني شهيد من صوت يعني الغدر اللي مالت الشهيد يعني حضرتك شايف ان انا اقول لازم الشعب يتكاتب في عنده ثقه في قيادته السياسيه ورئيسه وجيشه وشرطته الارهاب ده ارهاب غادر حبه ناس غدر مش عادوا ظهر لازم الشعب ده يحط كل الثقة والدعم للولاد دي عشان إن شاء الله مصر تنتصر وأمنا ما تركها.